وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الناشط السياسي العراقي الشيخ عبد القادر النايل. أهلا ومرحبا بك شيخ عبد القادر. بداية، التظاهرات مستمرة منذ قرابة شهر، خرجت بالأساس مدفوعة برفضها الواقع الحياتي بسبب فساد الأحزاب الحاكمة. كيف ترون تعاطي حكومة العبادي مع هذا الملف؟ اهلا وسهلا بكم ومستمعيكم الكرام. من المؤكد تماما ان حيدر العبادي اتخذ وسيله القمع واتهام هذه التظاهرات فضلا عن البالونات السياسيه الاعلاميه الكاذبه التي يعلمها هؤلاء المتظاهرون وتلك الشعوب المنتفضه ضد الواقع المأساوي الذي سببه هو رأس العمليه السياسيه التي ان صلحت صلح الجميع وجميع الملفات توفرت، وان فسدت كما هو الحال في العراق وكل شيء فاسد ولا يمكن أن تكون هناك إصلاحات ترقيعية. ولذلك رأيتم وراء العالم ارتفاع سقف المطالب وتمددها، وبالتالي إحراج حتى مرجعية النجف على أنه تصف اليوم أن الحقوق تؤخذ ولا تعطى، وبالتالي أصبح كلام هؤلاء بأنهم ثوار ضد العملية السياسية ولا سيما في العاصمة بغداد ونداءاتهم وهتافاتهم عصر هذا اليوم في ساحة التحرير. وبالتالي أصبح الواقع معلوماً، لأنه اليوم أمام إحنا قضية مهمة ومركزية ومفصلية في تاريخ هذه التظاهرات التي استمرت شهر وستستمر في الأيام القادمة، هو انتفاض كامل للحاضنة الشعبية للقوات الحكومية وميليشياتها التي ركزت على تجنيد من تلك المناطق ومن جنوب العراق بعد استخدام القوى المفرطة والاعتقالات وعملية التعذيب حتى الموت. واليوم هناك شباب كثر مختفين اعتقلوهم ولا أحد يعلم أين هم. حقيقة اليوم بدأت عملية انتفاض حقيقي ما بين هذه الحاضنة وبين هذه القوات الحكومية، وهذا تطور حقيقة نوعي ومهم تماما، لأن اليوم الشعب العراقي وعى وعلم تماما أن هذه القوات التي كانت تصفها تظاهرات المحافظات الستة السابقة هي حقيقة وواقعة، وأن هذه ميليشيات لا تريد سوى أنها مستأجرة بالمال تدافع عن طبقة سياسية فاسدة سارقة تعمل على إيذاء الشعب العراقي بشكل كامل. على الرغم من حديث العبادي المستمر عن محاربة الفساد، إلا أن النائبة ماجدة التميمي تقول أن العبادي لم يكن موفقا في إدارة هذا الملف. يعني هل من إجراءات فعلية اتخذها العبادي في ملف في ملف الفساد حتى نقيم عمله فيه؟ أولا، الفاسد لا يمكن أن يحاسب الفاسدين، والعبادي متهم بالفساد أصلا. وثانيا، كل طبقة سياسية مشتركة بالفساد، وعلى هذا الأساس فإنه ما الذي فعلته النائبة ماجدة التميمي في محاسبة العبادي؟ فضلا عن العبادي نفسه حقيقة لم يقدم شيئا باتجاه الفاسدين، ولديه أكبر حقيقة عمل استراتيجي وتفويض، لأن الكل تطالبه بعملية الإنهاء الفساد في العراق. وعلى هذا الأساس فإن عملية الإنهاء الفساد حقيقة كانت متوفرة أرضيتها للعبادي بطريقة كبيرة تماما لم تتوفر لأحد. يعني المرجعية التي يعتمد عليها نادته، والجماهير المتظاهرة حقيقة طالبته، وبالتالي هو أمام فرصة ذهبية، لكنه هو ضعيف وبالتالي هو فاسد، ويعلم تماما أنه عملية الفساد التي ينبغي أن يحاربها هي عملية حزب الدعوة، لأن أغلب المسؤولين الفاسدين من حزب الدعوة هم الذين تربعوا على عرش الفساد والمال الكبير. لكن رأينا العبادي أيضا بطائفية مقيتة يعمل على حقيقة تلبيس الفساد وهم فاسدون إلى الأطراف التي مشاركة من السنة أو من المكون السني أو الأحزاب السنية، ورأيتم كيف أنه حقيقة حتى في عملية التقاعد الضباط ذهب فقط إلى الضباط المنتمين إلى المكون السني، ورأيتم حقيقة هذه الإجراءات تؤكد على أنه حتى في عملية محاربة الفساد هو طائفي وفاسد في عملية استخدام هذه القضية، وإن كان الذي أخرجهم أو الذين حقيقة يحاسبهم اليوم هم مجرد لوازم تكميلية لحزب الدعوة، وبالتالي هم فاسدون أيضا وغارقون بالفساد. لكن الحيتان الكبيرة كالشهرستاني وغيره والمالكي وأطراف أخرى، طيب، وصهري المالكي الذين هم يتربعون على الفساد الأكبر في العراق واختفاء المليارات، لم يجرؤ العبادي على محاسبتهم أو اتهامهم أو حتى تقديم الوثائق المدللة عليهم، والذي قدمت له حقيقة من جهات دولية وكشفت حسابات لكثير من الأطراف السياسية التي يعلمها العبادي، وهو يعلم جيدا ذلك لأنه كان رئيس اللجنة المالية، وبالتالي هو المسؤول عن
غلق أو محاسبة الملفات والسنوات الحسابية لحكومتي المالكي. بعد تزايد رقعة التظاهرات وتصاعد حدتها، كيف ترون حديث العباد عن إحالة مسؤولين لهيئة النزاهة؟ يعني العبادي لا زال حقيقة يراوح في نفس يعني في نفس المكان في هذا الملف، فهو حقيقة يحيل باتفاقات مسبقة، يعني وصلتنا معلومات مؤكدة على أن العبادي يتفق مع المسؤولين سلفا على إحالتهم للنزاهة، وبالتالي يوعدهم بأن هذه القضية ستتساوم بمجرد إنهاء التظاهرات أو إنهاء الغضب الشعبي، حتى يقول أنه حاسب الفاسدين، وحتى يسحب يعني البساط من الغضب الشعبي الكبير عليه، لكن هذه الإجراءات حقيقة ترقيعية وليست لها قيمة على أرض الواقع، وبالتالي لا زالت الملايين ومئات الملايين من الدولارات حقيقة منهوبة وفي بنوك خارج العراق ومنها إيران، وبالتالي هو لم يعمل على إعادة دينارا واحدا إلى الخزينة العراقية، فضلا عن الالتزامات التي ألزمها هو نفسه من خلال سوء أو 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 عدم أو فساد في التفاوض مع البنك الدولي، وبالتالي هو حتى التعيينات التي يطلقها هي تعيينات كاذبة. المهم في هذه القضية أن الشعب العراقي حقيقة يعلم تماما على كذبه أولا، وعلى أن هذه الإجراءات غير صحيحة، وثالثا على كل ما يطلقه من وعود جاديات وأموال ومشاريع كلها كاذبة، لأنه الشعب العراقي يعني طبقة شبابية واعية تعلم التزامات العراق تجاه البنود التي وقع عليها في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. الناشط السياسي العراقي الشيخ عبد القادر النايل، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.